طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد جزء جديد في محاضرات اقتصاديات تطوير البرمجيات. هنتكلم عن حاجة مختلفة شوية اللي هي Economics of Cloud Computing. سمعنا عن مصطلح Cloud Computing قبل كده، ممكن أعرف المصطلح ده لما أنت سمعت عنه أو لما ذكر قدامك، أو لو حد غير متخصص جاي يقول لك كلاود، بترد عليه تقول له إيه؟ عارف إيه عن الكلاود؟ عايز أسمع رأيكم كده. هو يا دكتور، فكرة الكلاود كومبيوتنج إن أنا ممكن بستخدم سوفت وير معين أو أي حاجة معينة ما تكون مش بتكون بتاعتي أنا، وبقدر أستخدمها بحيث إن أنا أقلل التكلفة وكده. مش بتكون موجودة، يعني هي مش بتاعتي، يعني أنا بستخدمها أخدها من حد وأنزلها لوكال عندي على جهازي، ولا بستخدمها أونلاين ومش شرط تكون نازلة على جهازي خالص؟ لا، هي غالبا اللي انا اعرفه بتبقى اونلاين يعني. هو مش غالبا، هو أكيد تمام ماشي، فهي أونلاين دي حاجة، يبقى هو ممكن يكون سوفت وير أنا بستخدمه أونلاين، مش لازم أنزله خالص على جهازي، مش لازم يكون لوكال هوست خالص، وبشتغل عليه اونلاين. يبقى هنا لازم يكون في فكره ان لازم يكون في عندي انترنت كونكشن علشان اقدر استخدم السوفت وير ده. طيب ده يعني حاجه صح من ضمن الحاجات اللي بيقدمها الكلاود، ده مش الكلاود. اكزامبل على اللي انت قلتيه، انا ده مثلا جوجل، كل الدرايف بتاع جوجل مدينا جوجل دوكس مثلا، اللي هي البرامج المشابهه للوورد وغيره، مايكروسوفت بالظبط زي تطبيقات امازون، مايكروسوفت برضو مديانه مايكروسوفت 365 اللي انت بتستخدمها دلوقتي باستخدام ايميلك الجامعي، تطبيقات امازون اي دبليو اس بالظبط. حد عنده فكره تانية عن الكلاود؟ كل اللي انت بتقوله ده ابلكيشنز، تطبيقات. حد عنده فكره اخرى عن الكلاود؟ بالمناسبة هو الكلاود على فكرة مقرر هتاخد السنة الجاية، الترم الجاي إن شاء الله، مش السنة الجاية بقى، ده كفاية عليكم، الترم الجاي إن شاء الله هتدرسوا بالتفصيل الممل، لكن احنا النهاردة بس هناخد يعني نبذة اوفر فيو عن الكلاود. حد يعرف حاجة تانية عن الكلاود؟ هو يا دكتور من اسمها اتفضل. لا تمام اتفضل، أي حد يتكلم. طب تمام، هو من اسمها دكتور حضرتك، هو زي تقنية بنستخدمها بحيث ان انا ممكن اخزن داتا كتير جدا، مثلا عندي مش ما عنديش مثلا مساحة او حاجة على اللاب، فممكن استخدم النت وكده ان انا احط الحاجة ديت على يبقى انت السوفت وير نقلتنا مثلا. دلوقتي يا محمد لإيه؟ للديتا ستورج، نقلتني تخزين لان انا تخزين عندي بس مجرد سوفت وير بستخدمه، ده انا كمان بقى عندي مساحة تخزينية اقدر استفيد منها، صح؟ تمام، صح كده؟ بقت مساحة تخزينية اكيد. موجودة خاصة بيا واقدر استفيد منها، ومش موجودة على الهارد ديسك بتاعي، مش كده؟ تمام حلو قوي، يبقى تمام انا كده ما بقتش بس سوفت وير، ده انا كمان دخلت في هارد وير، صح؟ جميل. صح. انا عايزه اخد منكم كل اللي عندكم علشان لما نيجي نتكلم دلوقتي يبقى تقارن كده، هل انت بتقوله صح ولا غلط؟ بس لغايه دلوقتي اللي انتوا بتقولوه صح. حد تاني عنده حاجه تانية عايز يقولها؟ في يا دكتور كمان في تطبيقات مثلا لو هو ايه يعني، مثلا حاجه زي الرندرنج بتاع الفيديوهات وبتاع الالعاب، مثلا لو حد شغال في تصميم العاب بيبقى الموضوع مثلا على الاجهزه اللابات والاجهزه الكمبيوتر اللي هي البيرسونال ايوه بتبقى ضعيفه، فبيبقى في زي نظام كلاود، بيبقى شركات اصلا مبنيه على مين كمبيوترز، بيبقى اللي هو رائع. كمبيوترات برامات كتير وحاجات زي كده بتربطه، بيعمل لها رندرنج بفلوس، وبعد كده بيرجع الحاجة عليها بروسيس يعني. ممتاز ممتاز تمام. يا احمد، دي حاجه جديده خالص او كلام جديد خالص. احنا هنا بنأجر حاجه اسمها بلاتفورم، بأجر مش الابلكيشن، مش مجرد ان انا باخد الابلكيشن زي ما قالت ندى ان انا بستخدم سوفت وير، ولا مجرد ان انا باخد مساحه تخزينيه زي ما قال محمد، لا ده انا كده بستخدم بلاتفورم كامل اقدر اطبق عليه الابلكيشن اللي انا ببنيه، مش كده؟ جميل قوي. حد عنده اي اراء اخرى؟
ممكن يا دكتور برضو بيكون الكلاود كومبيوتنج ده بيبقى داتا سنتر بالنسبة لي، هو مش أو داتا داتا سنتر بالنسبة لك، هو داتا سنتر اوريدي، هو فعلا داتا سنترز، مجموعة من الداتا سنترز. يعني الداتا سنترز دي اللي هي أماكن بتحط فيها فيزيكال ريسورسز كتير متنوعة، حتى بنقول عليها دايما هيتروجينيوس. هيتروجينيوس يعني كل واحد فيه مواصفات مختلفة تماما عن التاني، ما بين ممكن يكون فيه مين فريمز، سوبر كمبيوترز، هاي برفورمانس كمبيوتنج، وميموريز وستورج. وحتى لو بنتكلم على الابلكيشنز، فممكن يكون عندي ماي سيكوال، وممكن يكون عندي اوراكل، يعني حاجات كتير متعدده ومختلفه منتشره في اماكن مختلفه. الاماكن اللي بتبقى منتشره فيها دي بنسميها داتا سنترز، بس هي ما بيكونش الداتا سنتر ده بتاعي، يعني عشان يبقى بس المصطلح، هو مش داتا سنتر بتاعي. انا بستخدم جزء من الفيزيكال ريسورسز المتاحه، ولما بستخدمها بيبقى فيه يعني آليات للاستخدام. طيب تعالوا بقى نتكلم، احنا نقفل بقى الصوت وتعالوا نقول ايه الكلاود كومبيوتنج بشكل عام. انا لم هنا هتكلم معاكم عن الكلاود او الايكونومكس اوف كلاود كومبيوتنج من وجهة نظر مايكروسوفت او مايكروسوفت اجر. ومايكروسوفت اجر ده من اشهر الكلاود بلاتفورمز الموجودة، يعني هو افيلابل، وافيلابل ليك انت كمان بالاكاونت الاكاديمي بتاعك، فعشان كده انا اخترته يمكن غير امازون. فخلينا نبتدي نشوف يعني ايه كلاود كومبيوتنج، واجر بتقدم ايه، وانت ممكن تستفيد من الكلام ده ازاي حاليا. طيب تعالى كده مع بعض نشوف الاول يعني ايه كلاود كومبيوتنج. هنركز طبعا في المصطلحات جدا جدا جدا. Cloud computing ببساطة بيقول لك هو model for enabling convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. With minimal management effort or service provider interaction. طيب يعني ايه الكلام؟ معنى الكلام ده ان هو بيقول لك هو اولا network access. يعني ايه network access؟ يعني انا علشان اخش على الكلاود، لا اي كلاود سيستم، فانا محتاج يكون عندي زي ما قلنا كده انترنت. هو مش معتمد، مش local host، مش حاجة بنزلها عندي على جهازي، انا لازم اخش من خلال شبكة الانترنت. هو on demand، يعني انا حسب احتياجي ببتدي اشوف انا محتاج ايه. هل انا محتاج ابلكيشن معين زي مثلا مجموعه دوكس اللي بتقدمها جوجل، او مجموعه مايكروسوفت اوفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت، او محتاج مثلا جافا، محتاج اس كيو ال، ماي سيكوال، محتاج ايه، محتاج داتابيزز، انا محتاج ايه، ستورج، ميديا، سيرفرز، موبايل ابلكيشنز، حسب احتياجي انا ببتدي اخد. يبقى انا هنا مش بضطر ان انا اشتري حاجة مخصوص ليا علشان استخدمها، ممكن استخدمها فترة زمنية وخلاص ما بقالهاش قيمة بعد كده عندي، او تتقادم ويبقى عفى عليها الزمن وما بقالهاش قيمة. فانت هنا بتاخد سيرفيس معينة، هنا بقى بنسميها سيرفيس، ما بقيتش اسمها ريسورس بتشتريه او ابليكيشن بتشتريه، لا انت هنا بقيت بتتعامل كأنها خدمة بتقدم ليك من خلال كلاود كومبيوتينج سيستمز، تمام؟ فبنقول ان هو on demand network access بيوصلك لمجموعه من الريسورسز. الريسورسز دي تقدر انت تحجزها وتستخدمها من باقل مجهود، من غير ما انت مضطر، من غير ما تكون مضطر ان انت تتعامل مع الهاردوير وتشوف الكلام ده تم ازاي. انا مش محتاج اي حاجه غير ان انا اخش على كلاود كومبيوتنج سيستم وابتدي اطلب منه سيرفيس معينه، بيبتدي يوفرها لي وادفع مقابل خدمه التوفير دي. لا بقيت محتاج ان انا انزل برنامج معين على جهازي، ولا بقيت محتاج ان انا اجيب جهاز بامكانيات وبمواصفات عاليه او بمواصفات معينه، ولا بقيت محتاج حتى سوري معلش، ولا بقيت محتاج حتى ان انا اجيب تكنيكال سبورت مثلا علشان عندي مشكله في جهاز معين ومحتاج حد يحلها لي. ما بقتش محتاج حاجات كتير قوي، فوفرتني مجهود كبير جدا، تمام؟ مجهود وطبعا ايه، تكلفة.
طيب بيقول لك الكلاود كومبيوتنج بيوفر لنا ايه، فتعالى كده نشوف واتس كلاود، وات از كلاود كومبيوتنج وبيوفر. اولا بيوفر لنا delivered on demand. يعني ايه delivered on demand؟ يعني بيديك الخدمة اللي انت محتاجها. زي ما قلت كده هو مش هيديك كل حاجة او مش هي يعني مش هتاخد حاجات انت مش محتاجها. لو انت داخل عشان محتاج بس database فهتاخد الداتابيز اللي انت عايزها، مش مضطر تدفع لاكتر من الداتابيز. فانت هنا بتاخد اللي انت عايزه when you need it. خلاص دي اول حاجة. تاني حاجة بيوفر لك shared pool of resources. يعني ايه؟ يعني بيديك مجموعة من الريسورسز اللي انت تقدر تشير فيها virtually. يعني ايه virtually؟ يعني هنا انا ما باخدش الريسورس كفيزيكال ريسورس، هو في تقنية كده او تكنيك اسمه virtualization هو اللي بيعتمد عليه الكلاود، وهنعرفه بعد كده ان شاء الله لما ندرس كلاود بشكل اوضح وافضل. الvirtualization هي فكرتها ان انا عندي الريسورسز المتاحة ممكن تكون محدودة على عدد الناس الكتير اللي بتاخد السيرفيس من البلاتفورم ده، فبيبتدي يعمل فيرتشوال ماشينز كتير قوي، والناس تبتدي تستخدم الفيرتشوال ماشين دي. يعني انت مثلا ساي داخل تاخد ميموري او ستورج ميديا، والفيزيكال ريسورس الافيلبل هنا ساي مثلا 50 تيرا مثلا، فبيبتدي هو يعمل فيرتشوال ماشين يحط عليها الكميات لكل واحد محتاجها. فانت هنا يعني مش بنتشارك في الفيزيكال ريسورس، لا بنتشارك في الفيرتشوال ماشين اللي احنا ايه بنشتغل عليها. ما بيديكش فيزيكال ريسورس كريسورس كفيزيكال، لا بيديني فيرتشوال ماشين. هنعرف ده بالتفصيل وهنشرحه اكتر في المقرر بتاع الكلاود ان شاء الله. طيب يقدر يديني ايه؟ يقدر يديني زي ما انت شايف كده من الريسورسز، يقدر يديني مجموعات ريسورسز من الميموري من الستورج وكمان من البروسيسور. يعني يقدر يديني كومبيوتيشن او يقدر يديني كومبيوتيشن، يقدر يديني هاي بيرفورمانس كومبيوتنج اقدر استفيد منه. زي ما قال احمد من شويه كده هو بيقول ببقى محتاج جهاز امكانياته عاليه قوي، وورك ستيشن او مين فريم او سوبر كمبيوتر، ما عنديش امكانيه ان انا اجيب ده، فبضطر ان انا ايه او بلجأ ان انا ايه احجز الكمبيوتيشن. تمام. طبعا في حاجه كمان لازم تكون عارفها، ان الاكشوال لوكيشن از نوت ريليفنت. يعني ايه؟ يعني انت ما بتبقاش عارف هو الريسورس بتاعك ده فين. انت بتخش على اجر مثلا وتقول له انا محتاج ستورج ميديا حجمها كذا، يبتدي يوفرها لك. فين بقى الجهاز اللي عليه الستورج ميديا بتاعتك دي؟ انت مش بتبقى عارف هو موجود فين، يكون موجود في مصر يكون موجود في امريكا، انا ماليش دعوه، انا ليا مساحه تخزينيه انا بستخدم. اوكي. حاجه كمان بيقول لك هو برود نتورك اكسس، يعني انا اقدر اخش عليه من خلال اي شبكه، اقدر اخش عليه من خلال طبعا شبكه الانترنت، وده بيتيح ان كل او انواع كتير جدا من الكلاينتس تقدر تستفيد وتتعامل معاه باجهزه مختلفه. كمان بيديني حاجه اسمها متر سيرفيسز. يعني ايه؟ يعني قياس الخدمات. اللي بيقدم خدمات الكلاود بيبقى عنده امكانيه ان هو يشوف الخدمات المقدمه دي قياساتها ايه. يعني انا قدمت النهارده او انا النهارده كام واحد خد مني، السرعه عندي كانت عامله ازاي، المساحات التخزينيه اللي اشتغلت عامله ازاي، بيقدر يقيس الوقت اللي اشتغل قد ايه، حصل اب اند داون للسيرفيس قد ايه. الكلام ده كله الكلاود كومبيوتنج بيسمح بيه. طبعا الديتيلز دي كلها بتبقى مسموح انها تتشاف لليوزر والكاستمر. كمان بعد كده في امكانيه طبعا اللي هي سبورت الاستيك ديموند. يعني ايه سبورت الاستيك ديموند؟ يعني انت تقدر دلوقتي دخلت مثلا وطلبت ان انت عايز 50 تيرا بايت مثلا، بعد شويه احتجت ان انت تزود الاستورج دي فممكن تزودها. فانت هنا بنقول نقدر نعمل اد او ريموف للريسورس كويكلي علشان تبقى متناسبه مع الكرنت نيدز ايه بتاعتنا، وده بيتم اوتوماتيكلي، بنقول عليه انفاينايت سكيل. يعني انا ممكن اتعامل بشكل يعني زي ما بنقول كده ما لا نهايه، اعرض ازود او اقلل حسب ايه حسب احتياجاتي، وبدفع طبعا بناء على اللي انا باخده. تمام. فدي المين كاركترستكس بتاعه الكلاود كومبيوتنج، اللي هي ديليفرد اون ديموند شيرد بول اوف ريسورسز
road network access metered surface و support elastic demand. تمام؟ طبعا شرحهم بالتفصيل كمان موجود في البي دي اف لو انت عايز تقرا الشرح، ولازم تقرا الشرح يعني علشان تفهم سؤال الامتحان بيجي لك عامل ازاي. طيب بس طبعا انا قلت لك دلوقتي الاساسيات يعني اللي هي زي ما بنقول مفتاح الاجابه. طيب الكلاود بقى بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي 3 مودلز اللي انتوا قلتوا عليهم من شويه. كلاود سيرفيس بتوفر 3 تايب اوف مودلز، بتوفر سوفت وير از ا سيرفيس، شوف انا مش كاتباهم بس هم مهمين جدا، اس اي اي اس، بي اي اس، واي اي اي اس. SaaS ده اختصار لSoftware as a Service، PaaS ده اختصار لPlatform as a Service، IaaS ده اختصار لInfrastructure as a Service. طيب SaaS أو Software as a Service بيقدم لي إيه؟ بيقدم لي أول جزء اتكلمت عنه اللي هو بيديني Packaged Software، بيديني Software جاهز أقدر أستفيد منه وأستخدمه على الجاهز، ما بعدلش فيه حاجة، وده مناسب للإند يوزرز. اخش على طول افتح كلاود، ساوند كلاود مثلا، ساوند كلاود ده ابلكيشن موجود على الكلاود، بخش على طول افتحه عشان اشغل اغاني، انا هنا ما عملتلوش اي تعديل. اخش على طول افتح مثلا الفورمز بتاعت مايكروسوفت، افتح اكسل شيت مثلا بتاع مايكروسوفت، انا هنا ما عملتش اي حاجه، انا كل اللي عملته ان انا استفدت من تطبيق موجود وجاهز، ويا دوب انا بعمل له لانشنج او بعمل له ايه؟ فتح. تمام؟ ده بالنسبة إيه؟ للسوفتوير as a service. تمام؟ النوع الثاني اللي هو البلاتفورم as a service، لا هنا دخلت فكرة تانية، فكرة إن أنا محتاج بلاتفورم أحط عليه الابليكيشنز اللي أنا عايز أعمل لها developing. هنا بنقول ده خاص بالابليكيشن developers اللي هم مثلا حضراتكم، أنت هنا عايز مثلا application أو عايز بلاتفورم زي اوراكل مثلا، او زي ايا كان، يعني اي زي ما احمد قال مثلا ابلكيشن خاص بالانيميشن او بال 3 دي جرافيكس، وصعب ان انا اوفره عندي على جهازي سواء كان لتكلفته او لان جهازي مش هيقدر يستوعب الابلكيشن او البلاتفورم ده، فبتبتدي تخش على كلاود سيستم وتبتدي تطلب الايه البلاتفورم ده وتبتدي تشتغل عليه. فهنا انا مش بشتغل على اند او على باكج سوفت وير او على اند يوزر سوفت وير، لا انا بشتغل على سوفت وير، على بلاتفورم اقدر انا اعدل فيه. بعد كده عندي بقى لو انا عايز اخد هاردوير، اخد انفراستراكشر، يعني انا مثلا عايز مساحه تخزينيه معينه، عايز مواصفات خاصه كومبيوتيشن، عايز مواصفات خاصه بالنتورك مثلا، هنا انا ببتدي اتعامل مع لاير ثالث اسمه انفراستراكشر از ا لاير از ا سيرفيس. فانفراستراكشر از ا سيرفيس ده بيديني انفراستراكشر اقدر اتعامل معاها، فيزيكال ريسورس اقدر ايه اتعامل معاها. يبقى انا كده عندي 3 مودلز، السوفت وير از سيرفيس، البلاتفورم از سيرفيس، والانفراستراكشر از ا سيرفيس. لازم تكون فاهمهم كويس جدا وعارف كل واحده فيهم بتتعامل مع مين. اوكي طيب الكلاود سيرفيسز بقى لما بتيجي تتقدم لك بتتقدم لك من خلال اكتر من شكل. فمبدئيا الشكل الطبيعي اللي كان موجود قبل ما الكلاود يظهر كنا بنسميه اون بريمس، اون بريمس او برايفت. يعني ايه اون بريمس او برايفت؟ يعني حاجه بتاعتي انا عاملها فروم اي تو زد، يعني انا اللي عامل الشبكه اللي في الشركه، وانا اللي جايب الاستورج، وانا اللي جايب السيرفرز، ولو في فيرتشواليزيشن انا اللي عامله، الاوبريتنج سيستم بتاعي، الداتا بيزز احنا اللي عاملينها، الانتجريشن، الداتا، الابلكيشنز، كل دي حاجات انت اللي عاملها. وده كان النظام القديم، انا كنت بتكلف من اول الاجهزه اللي بشتريها لغايه الابلكيشنز اللي بعملها، كنت بتكلف كل ده. فهنا كنت انت اللي بتتكلف وكمان انت اللي بتمانج. فدي اول حاجه كانت موجوده وبنتعامل بيها اللي هي اسمها ايه؟ اون بريمس. ودي برايفت. بعد كده ظهر حاجه اسمها مانجد هوستنج او ديديكيتد، وهنا ابتدى الموضوع يتغير شويه. قال لك لا هيبقى في فيندرز موزعين، يعني بيديني الخدمه، الفيندر ده هيديك النتورك وهيديك الستورج. تمام؟ هيديك النتورك ويديك الستورج،
لكن حضرتك تبتدي بعد كده تجيب بقى انت اللي يخصك في السيرفرز، الفيرشواليزيشن، الاوبريتنج سيستم، الداتابيز وغيره. يبقى في الديديكيتد كنت انت بتوفر على نفسك بس الستورج ميديا والنتوركينج ديفايسز، وغير كده انت اللي بتجيب باقي حاجتك. فده بدايه الدخول لعصر الكلاود. بعد كده فعليا دخلنا عصر الكلاود وابتدى يديني امكانيه ان انا اخد من عنده النتورك والستورج والسيرفر وكمان الفيرشواليزيشن اللي هو ايه الفيرشوال ماشينز اللي قلنا عليها من شويه. فبقت عندي كل الايه الحاجات دي جاهزه من عنده زي ما قلت كده. كده انا باخد انفراستراكشر، باخد منك اجهزه، لكن مالكش دعوه بقى انا هعمل ايه في الاجهزه دي، ما يخصكش، انا هاخدها واشتغل انا عليها في الشركه بتاعتي او في البيزنس بتاعي. تمام. وابتدي بقى في البيزنس بتاعي احط الاوبريتنج سيستم الخاص بيا، اعمل الداتا بيز الخاصه بيا، اظبط الانتجريشن، احط الداتا، الابلكيشنز، كل حاجه تبقى خاصه بيا من اول البلاتفورم وانت طالع. يبقى ده كده انفراستراكشر از ا سيرفيس. بعد كده برضو قال ان الكلاود بيوفر لي حاجه اكتر، كل ده بالنسبه للبيزنس اورجانيزيشنز على فكره، بيوفر لي حاجه اكتر. ان هو قال لي طب ما انا هوفر لك كمان ان انت لو عايز غير الهاردوير، انت لو عايز اوفر لك اوبريتنج سيستمز متعدده، داتابيزز او داتابيز مانجمنت سيستمز مختلفه، اعمل لك الانتجريشن كمان، كل ده انا اقدر اوفره لك. ولنا بقى اسمه بلاتفورم از ا سيرفيس، وكل ما عليك هو ان انت تدخل الداتا بتاعتك وتعمل الابلكيشنز الخاصه بيك. تمام. طبعا اخر حاجه بقى هي السوفت وير از ا سيرفيس، بتوفر لك كل ده، حتى الابلكيشن مش انت اللي بتعمله ده، بس ده بيكون مناسب اكتر للاند يوزر مش مناسب. يبقى لو اتكلمنا دلوقتي وجيت اسالك اقول لك انت كبزنس اونر محتاج سوفت وير فقط، محتاج سوفت وير فقط، فانت في الحاله دي، او محتاج تعدل في السوفت وير بتاعك فقط، فانت في الحاله دي هتحتاج ايه؟ هتحتاج انفراستراكشر سيرفيس لانك هتعمل السوفت وير بتاعك. لكن لو انت مش محتاج تعمل السوفت وير بتاعك، انت كل اللي انت محتاجه ان انت بس يعني تاخد الفيزيكال ريسورسز وتاخد البلاتفورم وتبتدي بقى مجرد ان انت تبني او تدخل الداتا وتبني الابلكيشنز الخاصه بيك، فانت كده نقلت نفسك على ايه؟ على البلاتفورم. فالاربعه مودلز دول مهمين جدا، لازم تكون فاهم الفرق ما بينهم الاون بريمس مانجد هوستنج والانفراستراكشر از سيرفيس والبلاتفورم از سيرفيس. تمام. طيب ايه بقى يعني احنا بنتكلم بشكل اقتصادي شويه، فايه الفرق ما بين اون بريمس اللي هي السوفت وير اللي انا ببنيه من الاول للاخر والكلاود سيرفيس؟ وخدوا بالكم ان هو خلاص قدامنا اقل من دقيقه، فانا هقول دي وبعدين هنفصل ونخش تاني على طول. في الاون بريمس الكاستمر يوز ات بيكون they pay for it. يعني ايه؟ يعني الكاستمر بيستخدم الحاجه اللي دفع فلوس واشتراها. هنا الكاستمر او صاحب الاورجنايزيشن دفع واشترى وابتدى ايه يستخدم. لكن هنا الكاستمر بيدفع for customer pay for it because use it. الكاستمر بيدفع الحاجه اللي استخدمها، يبقى هنا بيستخدم لانه خلاص دفع، لكن هنا بيدفع لانه بيستخدم. تمام. هنقفل وهنرجع تاني على طول، ولو حد عنده استفسار هنرجع ناخد. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على الفرق ما بين الـ on-premise والـ cloud service اللي هي فكرة الـ private والـ cloud service من وجهة نظر ايه؟ اقتصادية بقى أكتر. تمام؟ طيب لو جينا نبص كمان على الشكل ده، والشكل ده مهم جدا جدا جدا، لما اجي أقول لك قارن لي في رسم بياني ما بين الـ static data center، الـ static data center اللي هي الـ data center اللي أنت بتشتريها زي ما قلنا، لو انا هشتري داتا سنتر او فيزيكال ريسورس خاص بيا اون بريمس، ومقارنته بالداتا سنترز اللي على الكلاود. تمام. انا احتجت مثلا ان انا او انا محتاج اول ما ابتديت اشتغل محتاج ان انا اجيب ريسورس حجمه كذا او امكانياته كذا. تمام. فهنا بقى بالنسبه لي الريسورس ثابت، الكباسيتي بتاعته ايه؟ ثابته. ده لو انا بشتريه، اشتريته، فكباسيتي ثابته مش هتتغير كل شهر ولا كل
كل يوم على حسب احتياجاتي، فالكباستي بتاعتي ايه ثابته. لكن في الكلاود لا، الكباستي ممكن تزيد وتقل، ريسورس ممكن الكباستي بتاعته او امكانياته، حتى لو مش الكباستي الكابابيلتيز بتاعته تزيد وتقل حسب احتياجاتي. فلو انا جيت ابص كده على unused resources، لو انا في static data center، لو في حاجه خاصه بيا انا شاريها برايفت، فبص ال unused قد ايه، انا كنت جايبه بناء على الايه، على اعلى احتياج ليا، محتاج شغل عالي قوي في فترات زمنيه، فايه فجايبه على اعلى احتياج ليا، بس في نفس الوقت في فترات زمنيه هنا في التايم بيكون احتياجي قليل، فبص كده ال unused قد ايه. لكن بص على المقارنه مع الداتا سنتر ان كلاود، انا بشتغل بناء على احتياجاتي، بطلب من الكباسيتي دي بناء على احتياجاتي، فبص ال unused هنا تقريبا بتكون مش موجوده. تمام، ماشي مع نفس الايه، نفس السيكونس. فلما اجي اقول لك قارن لي ما بين البروفيجننج فور بيك في الستاتيك والداتا سنتر ان كلاود، لازم تكون عارف الرسمه دي انها مهمه جدا. تمام كده. طيب نشوف بقى اجر بيقدم ايه. ويندوز اجر او ازر زي ما الناس بتقول عليه، بس يعني نطقه صح اجر. ويندوز اجر هو عباره عن open and flexible cloud platform، بيديني بلاتفورم زي ما قلنا كده، بيديني انفراستراكشر متاحه وبلاتفورمز متاحه، ابتدي احط واشغل عليها الابلكيشنز بتاعتي زي ما انا عايز، اديفلوب ابتدي اعمل ديفلوب للابلكيشنز بتاعت زي ما انا عايز، وده الاقرب لحضراتكم. يعني انت تقدر ان انت تخش على اجر دلوقتي وتشوف عنده ايه امكانياته ايه، ده كمان عامل ماشين ليرنينج ستوديو، يعني فاتح بقى مكتبات لايبريز فيها طبعا لغات برمجه متعدده، وتقدر انت تخش تكود الكود بتاعك وتستفيد من الاوبن سورس بتاعه. فهو بيديك open and flexible cloud platform enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft managed data centers. يعني مجموعة كبيرة قوي من الداتا سنترز خاصة بمايكروسوفت موجود عليها بلاتفورمز كتيرة قوي قوي قوي، انت تقدر تستفيد منها وتبني وتشتغل على الابليكيشنز بتاعتك من خلال البلاتفورمز دي. You can build applications using any language tool or framework، تقدر تستخدم لغات كتير جدا، tools متعددة وframeworks مختلفة، وكمان تقدر تعمل integrate your public cloud application with your existing IT environment. يعني انت تقدر تربط ما بين ال public cloud application بتاعك اللي انت عملته على cloud وما بين ال environment اللي انت بتشتغل فيها الخاصة بيك اللي هي الداخلية بتاعتك. فأجر بيديك امكانيات كويسة جدا. من أهم الميزات اللي هم بيقولوها فعلا خاصة بيهم، إن هو دايما يقول على نفسه always up always on. يعني إيه؟ يعني هو من خلال التقييم بتاعه، إحنا قلنا إن في متريكس بتقيم، يقدر البروفايدر يقيم هو إمكانياته إيه، up إمتى السيرفيس وداون إمتى حصل مشاكل فيها قد إيه. فهو غالبا بيقول إن هو بيديك الخدمة بنسبة 99.95% في المية monthly، يعني كل شهر تقريبا الخدمة ممكن تقطع بنسبة 5%. فمعنى كده ان هو غالبا available دايما. بيديك SLA او حاجة اسمها service level agreement، اللي هي اتفاقية التعامل، يعني اللي بتسمح ان احنا نشتغل مع بعض، بيبتدي يديك مجموعة اتفاقية او اتفاقية مجموعة من المعايير، طبعا هتاخدوها بالتفصيل في كورس الكلاود، مجموعة من المعايير اللي بيقول لك فيها ايه اللي ممكن يحصل وازاي ممكن يحصل هاردوير فيلير، ولو حصل هنتعامل معاه ازاي، وازاي الترابل شوتينج بيتم والكلام ده كله، والنتورك بالانس بتاعنا، اللود بالانسنج بتاعنا قد ايه. بيديك شويه معلومات كده من خلال الاس ال اي دي. تمام، فدي اول ميزه عندهم، ان هم دايما بيقولوا ان هم اولويز اب اند اولويز اون. كمان الحاجه الثانيه، في ميزه ثانيه مهمه، ان هم اوبن، هم عندهم اوبن سورس، الاوبن سورس بتاعهم دايما لايسنس بتاعته موجوده وهوستد على جيت هاب، تقدر ان انت طبعا تستفيد منها. فاتح ستاندرد لطلبة او لكل حاملي مايكروسوفت اللي هو الايميل، يعني الاكاديمي بتاعنا فتح لك ستاندرد، تقدر تستفيد من امكانيات كتير فور فري. طبعا لو في حاجه بعد كده عايز تستفيد منها
اكتر من الفور فري بتبتدي تدفع according to your usage، يعني بناء على استخدامك، مش بتدفع اكتر من استخدامك، ودي طبعا ميزة كبيرة جدا. طيب أجر يعني هيقدم لنا ايه؟ تعال نقول كده، هو أجر مبدئيا موجود في النقاط دي، هتبان دلوقتي الداتا سنترز بتاعته متوزعة في العالم في الأماكن دي، يمكن بس مش موجود في أفريقيا، لكن موجود في أوروبا، وموجود في أمريكا، موجود حتى في أستراليا. طبعا الميزات اللي بيقدمها ان هو إلاستيك زي ما قلنا، تقدر تاخد الريسورس اللي انت عايزها وتقللها في أي وقت، يوسج بيست بتدفع حسب احتياجك، أوتوميتد بيعدل لك زي ما انت عايز بشكل أوتوميتد، وتقدر تتحكم في الريسورسز بتاعتك، بيديك كومبيتيشن، بيديك داتا مانجمنت، وكمان بيديك نتوركينج من خلاله، يقدر يعمل لك الانتجريشن، يقدر يعمل لك بزنس اناليتكس، يقدر يحقق لك السكيورتي كمان، تقدر تستفيد من الهاي بيرفورمانس كومبيوتينج الموجوده، وعنده مثلا على سبيل المثال بعض الابلكيشن زي مايكروسوفت دوت نت، الجافا، البي اتش بي، والنود او النود جي اس، ده كلها مجموعه من الابلكيشنز او مجموعه من لغات البرمجه اللي انت تقدر تستفيد منها. اوكي، هنا مثلا بيقول لك الداتا سنترز بتاعته فين. الحاجات دي مش للحفظ، مش للحفظ، الداتا سنترز بتاعته والكلام ده مش للحفظ، لكن بس عشان تبقى عارف يعني، منتشره اهي، موجوده زي ما قلنا في امريكا، موجوده في اوروبا، موجوده في اجزاء من اسيا، مؤخرا بقت كمان موجوده في استراليا. طيب نخش بقى نرجع تاني للحاجات اللي هي لازم تتحفظ، لازم تبقى معروفه، ايه هي البرايسنج والكوست موديلنج اللي بيقدمها لك مثلا اجر. غالبا اللي بيروح ياخد كلاود سيرفيسز بيكون اسمه اندبندنت سوفت وير فيندرز، زي حضراتكم كده وزينا يعني، يعني احنا مش شركه، لو انا شركه كبيره فانا غالبا يا اما هعمل اون بريمس، يا اما هعمل لنفسي يعني الانفراستراكشر كامله، يا اما لما هروح اخد فهاخد انفراستراكشر واكمل انا السوفت وير كاملا بتاعي يعني، وهبني انا كل حاجه خاصه بيا. فغالبا اللي بيحتاج هنا هو اندبندنت سوفت وير فيندور. فالاندبندنت سوفت وير فيندور زي حضرتك كده، لما بتبتدي عايز تعمل ديفلوب لابلكيشن، فانت عايز تحسن البيزنس فاليو بتاعك، لو انت اشتريت احتياجاتك كلها فروم سكراتش زي ما بنقول فروم اي تو زد، فانت بتدفع كتير وده بيقلل البيزنس فاليو بتاعتك. فانت هنا عايزين نقول ازاي اجر ممكن يساعدك ان هو يزود البيزنس فاليو بتاعتك، وده سؤال مهم. يبقى ازاي اجر ممكن يساعد، او الكلاود بلاتفورم بشكل عام ممكن يساعد الاي اس في اللي هم الاندبندنت سوفت وير فيندور، مصطلح مهم قوي، في تحسين البيزنس فاليو. طبعا اولا انوفيت كويكلي، انت تقدر تديفلوب السيستم او تديفلوب وتطور الابلكيشن بتاعك بشكل سريع جدا، لان انت بتستخدم اوبن كومبريهنس بلاتفورم شامله ومفتوحه تقدر تشتغل عليها، وبالتالي ده بيزود البيزنس بتاعك في اي وقت، تقدر تزود البيزنس بتاعك، تبتدي في اي وقت، تبتدي من اي مكان، مش هتفرق. كمان الخاصيه المهمه قوي هي سكيل ريلايبيليتي او ريلايبيليتي، سكيل ريلايبيليتي اللي هي زي ما قلنا هو ريلايبل يعني مرن كده في التعامل، اقدر اخد هاردوير وبعدين اقلله، اقدر اخد سوفت وير وبعدين اقلله، كمان غير كده ان هو واقعي اكتر زي ما بنقول اللي هي ريلايبل موثوق فيه، وده بالنسبه للسكيلابيليتي يعني ريلايبل موثوق فيه، اقدر كمان ان انا امانج الهاردوير او السوفت وير بتاعي زي ما انا عايز. تمام، يمكن في بتبقى يعني في بعض المشاكل شويه في السكيورتي والبرايفسي، لكن برضه هم بيحاولوا يحلوها بقدر الامكان يعني بشكل كبير قوي، السكيورتي والبرايفسي بتاعه برضه عالي. تمام، فالبيزنس فاليو بتاعتنا هنا بنقدر نعليها او بنقدر نحسنها من خلال الفري فيتشرز دي. تمام، برضه حاجه تانية مهمه قوي عايزاك تكون عارفها، طب طالما انا كاي اس في هتعامل مع مايكروسوفت اجر، فانا لما بتعامل مع مايكروسوفت اجر ده بتعامل معاه كبلاتفورم علشان ابني الابلكيشن بتاعي، وبالتالي الابلكيشن بتاعي بقى حصل له ديبلوي على مايكروسوفت اجر. طب الكاستمر اللي هيشتري مني هيتعامل مع اجر ده ازاي بعد كده؟
هو ممكن يتعامل معاه من خلال طريقتين، لان انا دلوقتي خد بالك انا دلوقتي عملت ايه، عملت خدت الاوبن سورس بتاعه وعدلت فيه، فما بقاش ملكي هو بقى، او اللي حصل هنا ان انا استفدت من الاوبن سورس بتاعه مايكروسوفت اجر وعدلت فيه، فبقيت مستخدمه بوفر على نفسي. فلما اجي اتعامل مع الكاستمر ما ينفعش اروح اقول له خد وادفع لي انا لوحدي، ما الراجل اللي انا عامل ديبلوي عنده ده وضعه ايه. فهنا بقى في علاقة ثلاثية ما بيني كاندبندنت سوفت وير فيندور، وما بين البلاتفورم اللي هو اجر، وما بين الكاستمر اللي بيشتري. ففي اسلوبين بقى للتعامل، يا اما الكاستمر هيباي الابلكيشن، هيشتري الابلكيشن ومايكروسوفت اجر منك، يعني هيشتري حق استخدام البلاتفورم وهيشتري منك كمان الابلكيشن بتاعك، يبقى هنا الكاستمر اشترى الابلكيشن وحق استخدام اجر منك كبارتنر، والبارتنر راح دفع لايه؟ لاجر على طول منه له، فالكاستمر ما بقلوش علاقة خالص بالموضوع. فده اول شكل. الشكل التاني وده مهم قوي، الشكل التاني لا، انت حطيت الكاستمر في النص. الكاستمر هنا هيشتري الاب منك، وكمان هيشتري الايه البلاتفورم من اجل. فبقيت انت كل اللي بتعمله ان انت بتبيع الاب وتقول له روح انت بقى هات الايه حق الاستخدام من اجل. تمام؟ يبقى انت عندك طريقتين تقدر تستفيد من او ويندوز اجر بيديهم لك علشان تقدر ايه تسل او تبيع الابلكيشنز بتاعتك. تمام؟ طيب ايه هي بقى البروسيسنج بلانز اللي بيقدمها ويندوز اجر؟ بيقدم لك 3 بلانز. اول بلان اللي هي الكونسومشن، اللي هي انا هنا ببتدي باي از يو جرو. يعني ايه؟ يعني على حسب احتياجي ببتدي ادفع. كونسومشن اللي هو ببتدي ادفع حسب احتياجاتي. تمام؟ ف على قد ما هشتغل على قد ما هدفع. اوكي؟ طيب النوع الثاني اللي هو كوميتمنت. هنا فاليو ان ا بلان، يعني ايه؟ يعني انا عارف ان انا بشتغل مشروع مثلا هياخد ساي 6 شهور، ومتوقع انا محتاج فيه امكانيات ايه. فهنا دايما بيكون البيمنت بريدكتبل، يعني انا ببتدي اتوقع انا هدفع قد ايه، واقول انا هحتاج اشتغل مثلا او محتاج قد ايه، فهحتاج اشتغل لمده 6 شهور مثلا بمقدار كذا، فببتدي ادفع مقدم المقدار ده. فده اسمه value in a plan. عندنا حاجة تانية اسمها additional licensing، اللي هي أو coordinated، اللي هي أنا محتاج إمكانيات أكبر من اللي أنت بتوفرها، فبيبتدي يديك إمكانيات أكتر شوية غير الموجودة في السيستم أو في البلاتفورم، وهنا بتبتدي تاخد additional إيه licensing. فبتبتدي وهنا كمان ممكن يديك discount أكتر من الطبيعي شوية. تمام؟ يبقى عندنا 3 plans. لغاية كده في أي مشكلة أو في حاجة مش واضحة في اللي أنا قلته؟ كلام واضح ولا في حد عايز تفسر عن حاجة؟ نحن تقريبا خلاص خلصنا، هنقول الكونكلوجن اهو. حد عايز تفسر عن حاجة دلوقتي؟ معلش يا دكتور، بس آخر سلايد دي آخر حتة فيها عشان النت عندي بيقطع. آخر حتة تاني يعني؟ اه معلش. هما 3 بلانز أنت ممكن تدفع بيهم، 3 بيرشيسنج بلانز. تقدر تدفع من خلال 3 حاجات، يا إما pay as you grow، يعني كل ما تحتاج تدفع، كل ما طول ما انت شغال على البلاتفورم حبيت تزود في حاجة تدفع اللي هتزوده ده. مثلا كنت مختار resources storage مثلا 50 جيجا، بعد كده احتاجت ان انت تزودها، فلما هتزود هتدفع. فده اسمها pay as you grow، او value in a plan، اللي هي value in a plan اللي انا احدد الامكانيات اللي انا محتاجها من بدري، فهنا ببتدي احجز اللي انا محتاجه وبدفعه. هنا لازم يكون انت متوقع ومحدد من بدري، فبتبتدي مثلا تقول انا محتاج كذا لمده 6 شهور، كانك عامل عقد كده. اخر حاجه اللي هي اديشنال لايسنج، اللي هي او كوردينيتد، اللي هي لو انت محتاج امكانيات اعلى من اللي موجوده والافيلابل، فبتبتدي تطلبها منه ويبتدي هو ايه يوفرها لك. خلاص؟ طيب وبالتالي بقى
احنا قلنا في اول المحاضره خالص economics of cloud computing. فلما نيجي نقول cloud او cloud economics هنبص ازاي على الكلاود من وجهه النظر الاقتصاديه. فاحنا بنبص لها من اربع نقاط اللي هي كده conclusion يعني المحاضره. اربع نقاط: اولا ان هو في common infrastructure، هي مجموعه من الريسورسز الموجوده اللي انت تقدر تستفيد منها، ناس كتير تقدر تتشارك فيها وتستفيد منها زي ما قلنا في الاول. الحاجه الثانيه اللي هي location independence، انت مش فارق معاك الداتا سنترز دي موجوده فين، مش فارقه معاك خالص، لوكيشن اندبندنس مالكش علاقه ولا فارقه معاك ولا يفرق معاك كام واحد بيشتغل على نفس الداتا سنتر، المهم ان الداتا بتاعتك واصله لك، وده طبعا بيوفر لك كتير. يوتيليتي برايسنج زي ما قلنا قبل كده، البنفيت بتاعه باي بير يوز اللي هي ادفع على قد استخدامك، طبعا هيوفر لك فلوس كتير جدا وبرايسنج كتيره جدا، وخصوصا لو كان استخدامك كتير او استخدامك بمعنى اصح متغير، يعني بدل ما تجيب حاجه وتدفع فيها مبالغ طائله وانت استخدامك ممكن يزيد قوي وبعدين يقل قوي، فبنلجا لليوتيليتي برايز او بنلجا للكلاود علشان ميزه اليوتيليتي برايزنج زي ما قلنا. اخر حاجه طبعا برضو اللي قلنا عليها اللي هي اون ديماند ريسورسز، حسب احتياجاتي، فهي سكيلابل والاستيك، اقدر اعمل بروفيجن او دي بروفيجن من غير اي تاخير ولا اي تغيير في سياسه الاستخدام. اوكي، ده ببساطه الكونكلوجن بتاع الكلاود من وجهه النظر الاقتصاديه، ايه مميزاته. اوكي، احنا كده خلصنا. حد عنده اي استفسار قبل ما نتكلم على الامتحان؟